أنا الله عند قبر الوالد سيد السيد هاشم السيد أحمد رفاع الوزير والنائب وشيخ الطريقة رفاع الصوفية في دولة الكويت. فتحنا كتاب أختي ندى شعرة السيد هاشم السيد أحمد رفاع شعرة البيت وآل البيت دولة الكويت الصوفية ورابطة الأداء أبوها بسنة ميلادي 1964 كان وزير الدولة وعظمة سمه هو اللي من مؤسسينها. تقول الندى اليوم تشطير تحدث بما شاهدت يا بارق الحمى للإمام السيد أحمد رفاع الكبير شيخ الطريقة رفاع الصوفية ساكن معبيدة لواسط العراق تشطير الحفيدة الفقيرة إلى الله المتواضعة ندى السيد هاشم السيد أحمد رفاع أبوها. الإمام السيد أحمد رفاع كان والد درسة منصورية يقول ولد 512 وتوفي 578 يعني عاش 64 سنة. تقول الندى سمعوا الشاعرة تحدث بما شاهدت يا بارق الحمى ولا تخف شيئا راق عاينه القلب ألم ترى أن الله أعطاك منحة لأنك راء ولا يليق بك الكذب أتى منك في طي الحديث رسالة فكانت حديث الروح والعشق يحبو تراءت على روعي فأوقدت الجوى لها الحمد لله الله يهدينا ويهديكم الله صح بالكم الله العيس قد حنت وقد طوى الدرب أحن وأصبو كلما هبت الصبا وينمو فؤادي إذ بطل إذ بطل الهوى يربو بطل الهوى يربو عشقت ذراكم مذ بدا الذرى في الطوى عدمت محبا لا يحن ولا يصبو لقد هاج لي من جانب الغور نسمة فلم ينجد الشاق ما أوجد الطب فيممت شطر الغور حيث منازل طويت لها واستروح الشرق والغرب. وهي هذه القصيدة ألقاها سيد أحمد الرفاع الكبير عند زيارة جدي الإمام علي بن أبي طالب عليهم السلام أمير المؤمنين لما ترأت له قباب النجف مبارك ترجل عن مطيته وخلع خفه وأنشد القصيدة المعارف في كتاب المعارف المحمدية صفحة 147. لحظة. وقبلت أحجار الغرى كرامة وطاب زمان فيه ذا الحب والوهب وأبصرت أشجارا يظل عندها وقلت عسى مرت بساحتها الركب وأبديت ما في القلب لما شذ الهوى فأنتم دوائي والرياحين والشرب فإني بكم أسمو وأشتم عندكم عبيرا وزال الهم وانكشف الحجب وحدثت عن مكنون سري بحبكم ببوح بدا فيه تلاشي والذوب وشاع حديث القلب حين شد الهنا وزال الجفا ما بيننا وحلى العتب صح لسان السيد أحمد الرفاع.